نورمال قافله ديال 100 يوم 100 مدينه حطت الرحال ديالها في مدينه سيدي سليمان، وكان تجاوب من الساكنه بالحضور ديال المكتب السياسي، وانه اليوم الناس عبروا بعفويه وبشجاعه على جميع المشاكل اللي كتعانيها مدينه سيدي سليمان فيما يخص الخدمات الاجتماعيه، الصحه، التشغيل، التعليم، البيئه، غياب ملاعب القرب، غياب ما كاينش بنيه تحتيه، وانهم عطاوا واحد المجموعه ديال الاقتراحات اللي باش المدينه انها تنمى وتكون في المستوى ديال العيش الكريم للساكنه. وهذا المجهود اللي داروا الاخوان الساكنه والانصات ديالهم والمشاركه ديالهم في الورشات غيمشي للحزب، وانه غيتوخذ بعين الاعتبار، وهو غيكون هو خريطه الطريق بالنسبه للبرنامج التنموي ديال المدينه ان شاء الله مستقبلا.